بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى عزم السحرة والملأ من قوم فرعون على الاستعلاء، وبين إراداتهم الفاسدة في خداع الناس بسحرهم حتى لا يغلبهم موسى عليه السلام ويذهب هو وهارون بما يظنون أنه يريد الذهاب به من ملكهم الذي هم فيه والعيش، هذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى كشف لنا حقيقة نفسية هؤلاء السحرة كيف كانت في حال الكفر. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى تفصيلا لمحاوراتهم حتى نطلع على هذه الأمراض التي كانت تعشش في قلوبهم، التي كانت تملأ هذه القلوب والعقول وتحركها، ولذلك بادروا بأن تحدوا موسى عليه السلام مظهرين أنه لا فرق عندهم بين أن يبدأ وبين أن يبدأوا، لأنهم فيما يظنون واثقين من الغلبة وأنهم بعزة فرعون لهم الغالبون، يقسمون على أنهم غالبون بعزة فرعون وبتوجيهاته كذلك وبملكه وسلطانه، فهم يقسمون ويستعينون بهذا الملك والعزة الوهمية على أن ينتصروا. قال عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. وهذا
من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبدأ الباطل فينتشر وينتفش ويبدو للناس أنه غالب وظاهر، وهي سنة ماضية ليس فقط في هذا الموقف بل في عامة مشاهد الصراع بين الحق والباطل. يبدأ الباطل قويا منتشرا منتفشا ظاهرا فيما يبدو للناس، حتى لربما يظن أهل الحق أو يحتمل الأمر عندهم أن يكون بالفعل قد قدر عليهم الانهزام، وربما حصل لهم نوع من الخوف على دعوتهم بسبب ذلك، كما وقع لموسى عليه السلام قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، وتأمل التعقيب بالفاء وحذف فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، لأن المقصود بيان سرعة تحول العصي والحبال إلى فيما يبدو للناس إلى حيات وثعابين. قال بل ألقوا فإذا حبالهم، هذه النقلة السريعة تبين لك سرعة ما صنعوا، أنه بمجرد ما أن قال موسى ذلك حتى تحولت الساحة إلى حيات وثعابين كثيرة جدا، وكما ذكرنا فيما نقل عن كثير من المفسرين أنهم كانوا بين 70,000 و80,000 وعلى الأقل 15,000 و12,000، الله أعلم أعداد هائلة من السحرة. وفنون السحر عند الفراعنة كانت شديدة جدا وقوية إلى يومنا هذا، ما زالت هناك كنوزهم التي تحيط بها أنواع من السحر التي ظنوا أنها تحمي هذه الكنوز، وما يزال أثر يعني ذلك قد يحدث للبعض إذا لم يكن متحصنا بالله عز وجل. فتصور هذا المشهد، وهو أن عشرات الألوف من السحرة وفي ساحة واسعة وكلهم يلقي حبله وعصاه، وإذا بها كلها تتحول إلى ثعابين، مثل ما يعني أو يزعمون أنهم أتوا بمثل ما أتى به موسى صلى الله عليه وسلم وأكثر منه في العدد. قال عز وجل يخيل إليه من سحرهم، ذلك أن موسى عليه السلام أيضا قد أصابه هذا، وسحروا أعين الناس، كان ضمن هؤلاء الناس موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا من أوضح ما يدل على أن أمر الإصابة بالسحر أو بالحسد أو بالأمراض مما يمكن جريانه على الأنبياء، وإن كان هذا الأمر لا ضرر فيه إلا بإذن الله، وهو يتعلق بالأمر الدنيوي لا يتعلق بأمر البلاغ وأمر الرسالة التي يؤديها الرسل. نقول هذا لأن بعض من ينتسب إلى السنة في أزمنة قد مضت أنكر أحاديث في الصحيحين ثابتة لا ينازع فيها أحد من أهل العلم بالحديث عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سحره الوليد بن الأعصم اليهودي، وزعموا تأثرا بمنهج المعتزلة أن ذلك أقدح في النبوة والرسالة ويجعل الناس لا تثق فيما يبلغه الرسول، مع أن الأحاديث الثابتة إنما بيّنت أن ما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم من سحر هذا اليهودي كان فيما يتعلق بأمر النساء، يخيل إليه أنه أتى نساءه ولم يأتهن ونحو ذلك، وليس فيما يتعلق بأمر من أمور التشريع أو الدعوة أو البيان والبلاغ أو ما يتعلق بمصالح المسلمين العامة. ولذلك ما شعر بهذا الأمر عامة أصحابه، وإنما شعرت به زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهذا استنكره البعض جدا، حتى كاد بعضهم أن ينكر السحر بالكلية كما أنكروا
المس وقعوا في بدعة منكرة بسبب غلوهم في هذا الباب، في باب الإنكار لهذه الأمور. والقرآن يثبت ذلك ويبينه، فقد قال سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وما زال عند كثير من الناس من أهل زماننا من يقول: أتعتقد في السحر في وجوده يعني؟ وربما قال بعضهم: أنا لا أعتقد فيه، كأن هذا الأمر مرده إلى اختيار الإنسان، ولا بد أن يعتقد المسلم بوجود هذا الأمر وهو السحر، لأن القرآن أخبر به. ولكن كما قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيجب أن نعتقد مع اعتقادنا وجود السحر أنه لا يضر إلا بإذن الله، وأن الساحر ليس بمفلح، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأنه محرم من الكبائر. فاعتقاد وجوده لا يلزم منه استعماله ولا استباحته ولا حتى في حله بمثله. فلا يجوز حل السحر بسحر، حرم الشرع ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. وذلك حتى يحسم مادة اللجوء إلى السحرة تماما، ولو كان فيما يظن بعض الناس أنه للنفع أو لتخليص المظلوم من الشر الذي أصابه. قد جعل الله لنا بديلا عن ذلك بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من المعوذات التي يقي الله سبحانه وتعالى من لجأ بقراءتها إلى الله سبحانه وتعالى من شر هؤلاء السحرة وشر الحاسدين. الغرض أن موسى عليه السلام كما دلت عليه هذه الآية خيل إليه كما خيل للناس من سحر هؤلاء السحرة، أن العصي والحبال تسعى، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقوله يخيل إليه دليل على أنه لا تسعى في الحقيقة، وأن الساحر غير قادر على قلب الأعيان كما ادعاه بعض من انتسب إلى السنة من متكلم الأشاعرة ومن سار على طريقتهم، ممن أثبت حقيقة السحر وظن أن ذلك مقتضاه، أن من أثبت حقيقة السحر، وهذا لا شك فيه كما ذكرنا اعتقاد أهل السنة أن للسحر حقيقة، أنه له وجود، وهذا معنى أن له حقيقة، أنه له وجود وله تأثير، ولكن ليس هذا التأثير في خلق معدوم ولا في قلب الأعيان، ولا أنه يجعل العصية والحبال بالفعل حيات. وإلا فمن أين علم السحرة أن موسى ليس بساحر؟ إذا كان في استطاعتهم أن يقلبوا الأعيان فقد كان موسى قد قلب الأعيان. فإذا كان الأمر كذلك فهذا وارد أن يكون سحرا. فأيقن السحرة عندما التقمت عصا موسى والتقفت ما يأفكون، ما يصنعون من الإفك وهو الباطل، علموا أن موسى ليس بساحر، لأن هذا مما لا يقدر عليه السحرة. وقد ذكرنا أن جنس معجزات الرسل لا يقدر عليها السحرة والكهان بحال من الأحوال، ما أتى الله أنبياءه ورسله من المعجزات، ليس يقدر على جنسه هؤلاء السحرة ولا الكهان، بخلاف من يقول بل يقدرون. الذين قالوا أن معنى أن للسحر حقيقة قالوا أنه يقدر على قلب الأعيان فيجعل الرجل حمارا ويجعل الجماد إنسانا، كما يعني يحلو لكثير ممن يقص قصص الأطفال والرسوم الكرتونية في مجلات الأطفال في ديزني وميكي ونحوها، مليئة بهذا النوع حتى يتشرب الأطفال في سن مبكرة هذه الاعتقادات الخبيثة السيئة. وهذا من أخطر ما يوجد في مثل هذه المجلات الصغيرة وأفلام الكرتون،
الرسوم المتحركة التي دائما يعني يترك الأطفال يعني يلهون بها ولا ينتبه أحد من الكبار إلى تفنيد العقائد الفاسدة التي تتضمنها هذه القصص الخيالية، وأن الساحرة الفلانية قلبت هذا الشخص إلى ثعبان، ومرة أخرى قلبته إلى حمامة، ومرة أخرى غيرته إلى إنسان، أو عندما وصل إلى حل هذا السحر بطريقة معينة عن طريق دم عصفور ونحو هذا. قصص كثيرة جدا، القصص الأطفال التي تسمى المكتبة الخضراء كلها تقريبا على أو معظمها كلها على هذه الأسحار مكتوبة وبرسوم كرتونية وغيرها. كل هذا مبني على اعتقاد فاسد، والغرب عنده اعتقادات خطيرة في هذا الباب غالبا، لأن أمر الغيب عندهم عبارة عن تشويش وعبارة عن يعني خرافات، فيقبلون مثل هذه الأمور لأنهم ليس عندهم من العلم النافع الذي جاء به الرسل ما يميزون به بين الحق وبين الخرافة، فاختلط الأمر عندهم واختلط الحبل بالنبل كما يقولون. لذلك نقول هذه الآية الكريمة تدل على أن السحر يحصل في أعين الناس وفي تصورهم وفي أحوال يعني قلوبهم من الحب والبغض والتخيل أمور معينة، كما يحدث الكلام شيئا من ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، له تأثير في النفس في أن تحب شيئا معينا وتكره شيئا معينا. النفوس تحب شيئا وتكره شيئا من تزيين الكلام بالباطل كما يؤثر السحر. ولذلك قلنا أن الصرف والعطف هو من هذا الباب، صرف القلوب إلى حب فلان وكراهية فلان، وعطف القلوب إلى حب فلان عن حب فلان، وخصوصا فيما يتعلق بأمر النساء، هو من أنواع السحر الخطير، ويمكن أن يتم عن طريق الأعمال التي يقوم بها السحرة، ويمكن أن يتم عن طريق الوسوسة من الجنة والناس. وسوسة الجن يوسوس كثيرا حتى يكره فلان وفلانة، ومن الناس من يوسوس حتى يفرق بين المرء وزوجه بالإفساد بين الزوجين بالقصص الخبيثة والافتراءات الكاذبة، وكثيرا ما يقع بين النساء هذه الأمور وبين الرجال كذلك، حتى يفرقوا بين رجل وامرأته بالكذب والزور حتى يقع الطلاق ويقع فلان في حب فلانة من التزيين الباطل. لذلك نقول كل هذا سواء سحر العمل أو سحر الذي يعمله السحرة وسحر البيان بالكلام المنمق الذي يقع بين رجل وامرأة أو رجل ورجل حتى يحصل الفساد، أو امرأة وامرأة حتى يحصل الفساد بين الزوجين، كل هذا من الأمور المحرمة الخطيرة. لكن كما ذكرنا السحر متعلق غالبا بتصورات الناس حتى يتهيأ لهم أمرا معينا، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا غير مؤمنين، أن يكون بل يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ويقع عليه السحر ويسحر، بل يكون نبيا ورسولا، ولكن كما ذكرنا يتعلق ذلك بأمور الدنيا لا يتعلق بأمور الدين. ولذا إذا وقع المسحور العاقل في أمر محرم فذلك لا بد أن يكون بسبب نقص في الدين، لا يتمكن الساحر من قلبه إلا إذا كان قد فتح له الباب لذلك بنوع من التقصير في الطاعات الواجبة أو فعل محرم أو تصديق بالسحر أي بأثره دون إذن من الله، إذن كوني من الله أو غير ذلك، يكون مفرطا فيتسلط عليه الشيطان. وهذا مثل أن يلقي الشيطان مثله أن يلقي الشيطان في أسماع الكفار أشياء لم تقع ولم تقل، وكذلك يلقي في أفهامهم أشياء لم تقصد، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، ما تمنى ما قرأ إلا ألقى الشيطان في قراءته، أي في أسماع الكفار، لا أنه يجعل النبي يتكلم بخلاف الحق كما روى الضعفاء والوضاعون، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ كلاما باطلا. هذا باطل لا شك فيه، الغرانيق، قصة الغرانيق
لكن المتصور في ذلك أن يلقي في أسماع الكفار، أن يلقي في أسماع المشركين ما لم يقله النبي، كما يلقي في أسماع في أفهام أهل النفاق والبدع عن كتاب الله ما لم يقصد في كتاب الله عز وجل، ما ليس مفهوما على الحقيقة منه، وإنما فهموه بالباطل أو حرفوه وأولوه على غير تأويله، وبدلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه. وهذا كثير جدا في أهل الكتاب وفي المنتسبين إلى هذه الملة ممن وقع في البدعة والضلال، فإنه يفهم من الكتاب ما ليس بحق. بسبب ماذا؟ بسبب بعده وسبب إعراضه عن الحق، وبسبب أنه فتح باب الشيطان. لذلك نقول أن من تسلط عليه الشيطان أو من تسلط عليه السحرة حتى جعلوه يترك الواجبات مثل ترك الصلوات أو وقوع في المحرمات، عملوا له عملا حتى صار يزني بفلان، مكلف بذلك، يقول لك ده ملبوس أو فلانة ملبوسة حتى استسلمت لفلان، طالما أنه لم يصل إلى درجة الجنون فهو مكلف مسؤول، ولذلك لا يعتذر يعني عن فعل فاحشة أو سرقة أو قذف بأني مغلوب على أمري لأني مسحور أو ملبوس أو محسود. هذا كلام منكر خبيث لا يقوله إلا جاهل أو منافق، الذي يزعم أن هذه من أعذار الناس في ترك ما وجب أو في فعل ما حرم عليهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: أبيك جنون؟ إذا لم يكن مجنونا فليس بمعذور. يقول فلان مسحور السحر يمكن يوصل إلى الجنون؟ نعم، إذا وصل إلى حالة في جميع أحواله في جميع تصرفاته مجنون، أو في عامة تصرفاته مجنون، ويحكم عليه أهل الطب وأهل الخبرة بأنه قد فقد عقله، وهذا أمر وارد. لكن هذا المسحور أو هذا الملبوس أو هذا المحسود أو هذا المعان لا يترتب على ما حصل له من معاصي هو مسؤول عنها، وكذا من ترك واجبات. فيقول لك لا ده كان ملبوس ساعة ما استسلم أو وقع في الفاحشة، وهذا كلام باطل، هذا كلام لا يعني يتلبس عليه الشيطان، لا يصرعه الشيطان حتى يقع في المحرم إلا بإرادة منه، طالما أنه ليس بمجنون. وكثير من الناس يحصل له خلط في هذا الباب في أمر السحر، كما ذكرنا ما يصنعه السحرة هو في تخييل أعين الناس أشياء ليروهم أشياء لا ليست حقيقة، أو في تصورات أو فيما يلقى في الأسماع، وليس أنه يقلب الأعيان. لذلك نقول الذي لا نشك فيه أن الساحر غير قادر على قلب الأعيان، وإن وجدتم في كتب الكثير من المتأخرين ممن يقول مذهب أهل السنة أن للسحر حقيقة وأنه قادر على قلب الأعيان. أما الأولى فنعم، أن السحر حقيقة يعني له وجود وله أثر، وهو بإذن الله عز وجل الكوني لا الشرعي، إن الله لم يأذن شرعا في السحر، ولكن قدر سبحانه وتعالى وجوده وتأثيره في بعض الناس حتى يفرقوا به بين المرء وزوجه، ويخيلون ويخيل الساحر للناس حصول أشياء لم تحصل كتسعي هذه العصي والحياة، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ليست تسعى في الحقيقة، لم تصبح حياة في الحقيقة، ولكن خيل إليه وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والله أعلم وأعلم. أما الثانية وهي القدرة على قلب الأعيان، فنقول قصة موسى صلى الله عليه وسلم صريحة بينت الدلالة أن الساحر غير قادر على قلب الأعيان، وأنه لا يجعل كما ذكرنا العصا حية ولا الإنسان حمارا ولا الحمار إنسانا، إنما يتكلم في هذا متكلم الأشاعرة ومن وافقهم أو ممن لم ينتبه إلى أن هذا حقيقة كلامهم، ممن قالوا يخلق الله عند فعله هذا الإنسان حمارا، يجعله حمار الله الذي يفعل عند سحر الساحر. هذا كلام منكر في الحقيقة، ولا يسلط الله سبحانه وتعالى السحرة على فعل ما أعطاهم للأنبياء من معجزات، وإنما هذا جنس لا يقدرون عليه بحال، كما أن المعجزات الخبرية التي يخبر بها الأنبياء ما
من أمور المستقبل لا يقدر عليها الكهان، لا قدرة عليهم أن يحدثوا الناس بما يقع دون أن يكذبوا ودون أن يخطئوا، وإنما هو مجرد تخمين وظن يحصل معه ما يثبت كذبهم. يعني إذا أخبروا عن أمور مستقبلية خصوصا بعدما حرست السماء ومنع مستلق السمع من أن يسمعوا ما يقال في السماء مما قضاه الله عز وجل، فلا يتكلم الكهان الآن في أمر المستقبل إلا بالحدث والتخمين المجرد، فإن وافق شيئا من ذلك في بعض الأمور فهو لا بد وأن يخالفه في أمور حتى يظهر كذب الكاذبين، ولا يمكنهم أن يخبروا بجنس ما أخبرت به الرسل من تفاصيل لا يعلمها إلا الله من أمور الغيب وبما لا يمكن أن يقع به خطأ. ولذلك مئات الأحاديث الصحيحة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلية كلها تقع كما أخبر دون خطأ واحد منه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلك على الفرق بين جنس ما أعطاه الله للرسل من معجزات محسوسة وخبرية متعلقة بأمور القدرة والتأثير، أو من جنس أمور أو من أمور الأخبار الماضية والمستقبلة، أن هذا ما أعطاه الله للرسل يختلف عما أقدر الله عليه الكهان والسحرة من ذلك، السحرة فيما يتعلق بالتأثير والكهان فيما يتعلق بالأخبار والتصورات، كل ذلك لابد وأن يختلف عما أعطاه الله عز وجل للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خوف موسى صلى الله عليه وسلم فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقع في نفسه أشياء، خاف أن يفتن الناس، خاف على الدعوة، هذا الخوف أيضا هو ضمن الخوف الفطري الطبيعي، لكنه في الحقيقة ليس مرده إلى أنه يخاف على نفسه كالذي خاف حين خرج من مصر فارا بدينه، هنا خوف على الدعوة إلى الله عز وجل. كيف يقع ذلك من النبي ومن الرسول؟ نقول هذا أسوة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أولا لأن القلق على الدعوة والخوف على مستقبلها، خوف على أن يفتن الناس بالباطل ويسير في ركبه، أمر يدل على مدى حب الداعي لدعوته وعلى حرصه على ظهور الحق، حب الداعي لما شرعه الله سبحانه وتعالى ولما يحبه سبحانه وتعالى من عبادته في الأرض، فهذا أمر يدل عليه بصدق أنه يخاف أن يبتعد الناس عن الحق، ليس أنه يؤدي وظيفة جاءت النتيجة يعني بما يسر أو لا يسر، لا دخل له بذلك، لا، قضيته الأولى التي يعيش من أجلها، هو يشعر نعم هو يؤدي وظيفة وليس عليه النتيجة، لكنه يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى من ظهور الحق ومن قيام الناس بطاعة الله عز وجل وعبادته في الأرض، ويكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى من الشرك به ومن وقوع الفواحش والمنكرات والضلالات التي من ضمنها أن يلتبس عليهم أمر النبوة والرسالة فيتبعوا السحرة دون اتباع الرسول، سحرة الأعمال أو سحرة البيان. قلق الداعي إلى الله سبحانه وتعالى دليل على صدقه في دعوته، وإن كان لا يصح أن يستمر ولا أن يكون دائما، لأن وجوده بهذه الطريقة يؤدي إلى نوع من اليأس وربما أدى إلى نوع من الريب والشك، فلا بد من حصول الثبات على الحق. نقول كيف وموسى عليه السلام قد وعد بأن يكون منصورا؟ نقول النصر لا يلزم أن يكون في حياة الداعي إلى الله عز وجل، لا يلزم أن يكون بأثناء وجوده على ظهر الأرض، والنصر حاصل في الجملة للرسل وأتباع الرسل، رغم أنه قد يقتل بعضهم وقد يكذب حتى لا يؤمن بالنبي رجل واحد. فموسى عليه السلام الأمر فيه احتمال، هل كتب عليه أن يكون
ممن لم يجبه الناس فاغتر لأنه مغتر بالباطل؟ هل يكون ممن كتب عليه أن يقتل في سبيل الله عز وجل وينصرف الناس إلى الدين الباطل؟ وقد وقع ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي وليس معه أحد، ورأى النبي معه الرجل والرجلان، ورأى معه النبي معه الرهط والنبي وليس معه أحد. وقال سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هناك رسل قتلت ومع ذلك لم يهزموا في الدعوة، الدعوة ظهرت بعد ذلك وانتصر من كان على طريقتهم ومنهجهم ودينهم، وأظهرهم الله سبحانه وتعالى ولو بعد موت الرسول. الداعي إلى الله أولى بهذا الأمر. يمكن أن يكون ممن كتب الله عز وجل عليه أن لا يشهد ثمرة دعوته، فهذا الذي يجعله يشعر بالقلق والخوف، أنه ربما قدر الله عز وجل فتنة هؤلاء الذين يدعوهم إلى الله بسبب من الأسباب، ينصرفون معه إلى الكفر وينصرفون معه إلى المنكر والفواحش. هذا أمر تشاهده في الأمم. هناك أحيان وقع فيها هزيمة للمسلمين في كثير من المواقع، ترتب عليها أن بقيت أجيال تلو أجيال على الكفر. تمكن مثلا نقول الشيوعيون تمكنوا من قتل المسلمين بالملايين في بعد الثورة الشيوعية في كثير جدا من بلاد الإسلام التي ظلت عامرة بالإسلام، وأخرجت لنا البخاري ومسلم والترمذي. كل هذه البلاد رزقت تحت احتلال الروس الشيوعيين وأذنى بهم ممن لم يعد منافقا بل كانوا في تلك الأحوال مرتدين ردة صريحة، وأجيال تلو أجيال الكل يدين بالإلحاد المجرد والعياذ بالله، والمسلمون قلة قليلة مستضعفة مغلوبة مقهورة. وهذا وقع كثيرا، بلاد المسلمين احتلها الغرب في كثير من الأحوال وأذاقوا المسلمين سوء العذاب. مواقع معارك انتهت بالهزيمة للمسلمين. الأندلس، ماذا حدث في الأندلس منذ سقوطها إلى اليوم؟ ما حال الإسلام فيها؟ المسلمون عبارة كسائر الدول الأخرى، ربما أشد حال المسلمين فيها أقل من حال المسلمين في البلاد التي لم تفتح، كانت بلادا عامرة بالإسلام وبالعلم. وأنت تتعجب إذا شهدت ما يسمى بأسبانيا اليوم، حالها كيف يعني صار حالها هذا بعد أن كانت عامرة بالمساجد في كل مكان، والمسلمون هم الظاهرون والكفر هو المغلوب المقهور. سبحان الله، قدر الله أن توجد أجيال تلو أجيال، ربما بعض هؤلاء كان أجداده من المسلمين، وزال الوجود الإسلامي وزالت الدولة الإسلامية من هذه البلاد. هناك إذن هذا احتمال وارد. لذلك المسلم قد يكون قلقا ويحصل له خوف على دعوته أن يصيبها هذا الذي أصاب أمما قبلنا. يقدر الله عز وجل عليها، هل يقدر الله عليه أن يكون من هؤلاء؟ هذا محتمل. لذلك نقول موسى عليه السلام احتمل الأمر عنده أن يكون ظهوره وانتصاره ليس في هذه المرحلة، أن يكون هو ممن قدر الله عليه أن يموت ولم يشهد ما كان يود أن يشهده. موسى عليه السلام لم يشهد فتح بيت المقدس، مات قبل أن يدخل بنو إسرائيل بيت المقدس، حتى سأل الله عز وجل حين موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر شوقا إلى الأرض المقدسة. سيدنا موسى عليه السلام كتب الله عز وجل عليه أن لا يدخل قومه الأرض المقدسة، مع أنها مكتوبة له، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، مكتوبة لهم. لكن هذا الجيل أم جيل آخر؟ جيل آخر كان بعد وفاة موسى وهارون عليهما السلام، وبعد أن كان يوشع بن نون هو الذي دخل بيت المقدس وأسست الدولة المسلمة في بيت المقدس بعد رحيل موسى صلى الله عليه وسلم ورحيل هارون، ولم تنعم أعينهما برؤية بيت المقدس يعلوه حكم الإسلام. فسبحان الله، إذن هذا وارد. فالخوف على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى
يمكن أن يحدث للداعي، ليس أنه يخاف، ليس أنه خاف أن ينتصر يظهر الباطل أو شك موسى عليه السلام، لا لا، قطعا ويقينا أن موسى لم يشك، ولكن من دونه يمكن أن يقع في قلبه شيء من ذلك. الأنبياء إنما خافوا، يخافون على الدعوة إلى الله، وربما يكون ممن قدر الله عز وجل عليه أن لا يرى النصر المحبوب للنفوس والمحبوب لنفوس المؤمنة خصوصا لإظهار الدين، أن يكون ممن كتب الله عز وجل عليهم أن يقتلوا أو أن يعني يكذبوا أو أن يفتن الناس بعيدا عن الحق في زمانه، كل ذلك وارد ومحتمل. فهذا الذي وقع في قلب موسى صلى الله عليه وسلم له أسباب، وفي حقيقة الأمر هي أمور نافعة جدا للدعاة إلى الله، كما ذكرنا تدل على صدق الداعي في دعوته، وعلى أنه يحب ظهور الحق، وعلى أنه يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من فتنة الناس وصدهم عن سبيل الله. ثم هو لا يدري ماذا كتب الله عز وجل له، وإنما العبرة في النهاية بالنتيجة النهائية يوم القيامة. ولذلك تعلقت قلوب المؤمنين دائما، علقها القرآن على أن الفصل يوم الفصل وليس في هذه الدنيا، يعني نهاية المطاف ليست في هذه الدنيا. يمكن أن تكون كما ذكرنا أجيال تلو أجيال كتب عليها أن تكون كافرة، ابتلاه الله عز وجل بظهور الكفر بالقوة أو بالشبهة. أنت ترى العالم الإسلامي اليوم من يسيطر عليه؟ أذناب الغرب يلبسون على الناس أنواعا من الشبهات، حتى تخرج أجيال من المنافقين تدافع عن الباطل وتكذب بالحق وتصد عن سبيل الله، ده واقع ومشهود. وهذا في الحقيقة ثمرة ماذا؟ ثمرة الهزيمة العسكرية منذ أن احتلوا بلاد المسلمين. هو يوم أن دخل الإنجليز إلى مصر ووضعوا مناهج التعليم التي أخرجت وأفرزت أجيالا تدين بدين الغرب وبحضارته، في حقيقة الأمر لا يعني أنهم تنصروا، ولكن الغرب أصلا وثني ليس نصرانيا في عامة أحواله، وإن رفع الصليب إنما يرفعه تعصبا أو لجمع الناس عليه، وإلا فهم لا يدينون بملة في حقيقة أمرهم، ولا يرجعون إلى كتاب ولا مقدس ولا غيره، إنما يرجعون إلى عبادة الشهوات وعبادة الأهواء واللذات الدنيوية والآراء المخترعة من قبل أنفسهم، مقدسة عندهم فوق الكتاب وفوق الرب عندهم في اعتقادهم، فوق الرسل. ولذلك لا يمتنعون من الاستهزاء بالإله الواحد، بالله عز وجل، ولا بالرسل ولا بالكتب، يرون أن ذلك أمور عادية، ويحاولون جر المسلمين إلى أن يروا مثلهم هذه الأمور، يجرؤوهم أنهم تزعلانين ليه أن في مثلا رسوم مسيئة، ولا الأمور دي حاجات عادية والعياذ بالله. لذلك نقول كيف حدث ذلك؟ حدث هذا الأمر عبر يعني سيطرة هؤلاء على بلاد المسلمين. في كل المناطق التي احتلها الغرب ما زالت هناك أجيال تلو أجيال نشأت على النفاق والعياذ بالله، وعلى تقديم آراء الغرب الكافر الوثني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله عز وجل عليم حكيم، يبتلي أقواما بذلك ثم يحصل الخير بعد ذلك، يظهر الدين كما ذكرت لكم في يعني البلاد التي احتلها الروس والشيوعيون، أجيال متتابعة كلها كانت على الإلحاد التام، ثم ظهر الإسلام مرة أخرى بعد أن كان لا يتصور في أول نشأتنا في السبعينيات، في الستينات والسبعينيات من القرن الميلادي الماضي، عندما كان الاتحاد السوفيتي القوة العظمى الثانية في العالم أو المناظرة للأمريكان، ما كنا نتصور أبدا أن تكون بلاد المسلمين في يوم من الأيام تنبت وتخرج إن أناسا يعودون إلى المسارد وإلى الصلاة وإلى العبادة وإلى الإسلام وإلى الكتاب والسنة. وسبحان الله، نشأت أجيال تعود وتريد أن تعود وتقاوم، وسوف تتحمل المحن والبلايا إلى أن يأذن الله بالفرج. فموسى عليه السلام لا نستبعد ولا نستغرب كيف وقع في قلبه الخوف، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا ليس شكا في نصر الله عز وجل، لكن يمكن أن يكون هو ممن كذب، يمكن أن يكون ممن فتن الناس عنه، يمكن أن يكون ممن قتل، قال إني أخاف أن يكذبون، قال فأخاف أن يقتلون، إذن ده وارد أن يقع. ف
فخاف موسى عليه السلام خوفا طبيعيا، لكن كان الله سبحانه وتعالى قد قدر له من النصر ما لا يخطر بباله ولا يخطر حتى ببالنا. أن ليس فقط في النصر الذي وقع لموسى في هذا الموقف نصران عظيمة، الأول في أنه حين ألقى انتهى الباطل ومحق وزهق ولقفت الحية التي صارت من عصا موسى، لقفت ما يأفكون وما يصنعون، وانتصر انتصارا عظيما، جعل فرعون وقومه وسحرته مبهوتين لا يستطيعون أن يعني يصنعوا شيئا. والنصر الأعظم هو إيمان السحرة الذي لم يكن مقدورا لأحد ولا يخطر ببال موسى صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، والله أعلم يعني أن أقصد أن الأمر فعلا مستبعد مستغرب، لكن بفضل الله عز وجل إيمان السحرة هذا هزيمة لفرعون مضاعفة فوق ما وقع من هزيمة بعجزهم عن مقاومة ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم. فالسحرة أن يتحولوا للإيمان جميعا في لحظة واحدة، وقلوبهم التي كانت كلها تدور حول أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هنأخذ فلوس، همهم كان لي قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، همهم هم المقربين من فرعون، هنأخذ فلوس، عندهم إيه الهدف، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، العلو وإرادة العلو، هو ده كل اللي في دماغهم والعياذ بالله، كل ما يشغلهم التحول العجيب الهائل الذي حصل في قلوبهم لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كيف حدث ذلك إذا بهم يتكلمون بكلام يعني إيماني في منتهى القوة، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاضي، كلمة يعني لو واحد متربي عشرات السنين في الدعوة يحتاج أن يقول حتى يقول هذه الكلمة إلى عزم هائل وقوة عظيمة، لأنه هو متربي على الإسلام من يوم ما نشأ حتى يجرؤ أن يتكلم ويقول إيه فاقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. كانواش حاسين بالكلام ده نهائيا ولا يفكرون في جهنم ولا في الجنة، وإنما كل همه في القرب من إيه من فرعون والفلوس اللي هياخدوها، تفاهة وحقارة وتفكير دائما في السفل، فإذا به يرتفع إلى أعلى المستويات، والمقارنة سريعة جدا، مقارنة ما بين حالهم قبل الإيمان وحالهم بعد الإيمان، حاجة آية من آيات الله عز وجل، ذلك انتصار عظيم قدر الله عز وجل لموسى هذا النصر العظيم، وكان لابد إذن أن يزول منه هذا الخوف، فلذا قال عز وجل قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. إذن لست ممن يهزم في هذه الموقعة وفي هذا المشهد، أنت أعلى في هذا أوحى الله إليه أنك سننتصر في هذه المعركة، لست ممن قدر عليه أن يكون ممن يقتل أو ممن يفتن الناس عنه، بل سوف يوجد من يؤمن بك، إنك أنت الأعلى. وهذا العلو علو حجة وسلطان، وعلو ما أيده يعني قوة كذلك، أن الله عز وجل أيده بأنواع من القوة لا يقدر فرعون أن يصيبه بشيء من الأذى يصل إلى موسى عليه السلام، وهذا علو مطلوب أن يستشعره المؤمنون، لك نصيب أيها المؤمن من هذا الموقف أيضا، كما قال عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. العلو هنا علو على الباطل، وهذا أمر يطلبه المؤمن وهو أمر مطلوب شرعا، أن تستعلي بإيمانك على الباطل لا تكبرا ولكن حبا لظهور الحق ورغبة في إعلاء كلمة الله، فأنت أعلى بآيات الله، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، فأنت تريد إعلاء آيات الله لا تريد علوا لأجل علو نفسك وحظوظها والتكبر على خلق الله وإذلال الناس كما يريده الفراعنة ومن سار على طريقة الفراعنة، لكن أنت تريد أن يعلو الحق أن يظهر الحق. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، هذا كما ذكرنا علو حجة وعلو قوة كذلك فيما أيده الله عز وجل به.
وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. تأكيد أن موسى مرات عديدة ألقى ما في يمينه، يعني قبل ذلك ألقاها يوم أوحى الله عز وجل إليه في عند جبل الطور، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حجم تسعى. وعندما جاء فرعون أول مرة قال إيه فألقاها فإذا هي ثعبان مبين، في عندما أتى فرعون أول مرة فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فهو تعود على هذا الأمر وأمره الله عز وجل أن يلقيها تثبيتا له. هذا الجزء وقع لم يرد له ذكر في غير هذه السورة الكريمة، في سورة طه ما وقع في نفس موسى صلى الله عليه وسلم. القصة ذكرت في مواطن متعددة من القرآن، كل موطن منها يأتيك بجانب من القصة وموقف من مشاهدها حتى تستوعب كل ما وقع في الموطن. هنا ذكر الله عز وجل ما وقع في قلب موسى قبل الإلقاء مباشرة، في موطن ثاني ذكر الله سبحانه وتعالى ما قاله موسى في سورة يونس، ما قاله موسى بعد أن حصل له التثبيت من الله وعلم أن هذا الأمر سيضمحل. قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. دي كان موقف قبل إيه؟ قبل ما يلقي موسى. هنا كان إمتى؟ بعد ما ألقوا هم قبل ما موسى إيه؟ ما يلقي، لحظة معينة كده في مقطع معين في جزء معين من القصة قبل أن يلقي موسى، إن قال وألقي ما في يمينك. إذن اللي وقع في نفس موسى كان إمتى؟ قبل أن يلقي ما في يمينك. ولما قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ده بعد ما تثبت وجزم بأن ما أتوا به سيبطل، وقبل أن يلقي لأنه قال سيبطله. فذكر ما وقع في نفس موسى في موطن ما قاله موسى لهم إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وما ذكرش اللي وقع بعد كده لأنه معلوم كما ذكر هنا، ما قالش إن موسى ألقى وإذا هي تلقف، لكن ذكره في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. قال عز وجل وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. انت بص موقف هنا موقف سيدنا موسى وحاله، هنا موقف ايه فرعون وملأه، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. بص موقف تأمل كده، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ده الساحة كلها إيه اللي حصل فيها. فوقع الحق، وقع الحق وبطل ما اختفت الإيه الساحة دي، كانت مليانة في لحظة كانت مليانة مئات الألوف من العصا إيه عشرات الألوف من العصا العصي والحياء والحبال في صورة حيات مليانة ثعابين، الناس كلها في رهبة هائلة من هؤلاء، وبإلقاء موسى العصا تلقفت كل هذا وأكلته ونظفت المكان من هذا الربس، وأصبح المكان لا يوجد فيه ولا شيء إلا الثعبان الذي هو عصا موسى صلى الله عليه وسلم. وموسى يمسكه مرة أخرى وتصبح عصا مرة أخرى، وذهول تام. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقع الحق الذي جاء به موسى عليه السلام الذي أمر الله به، انمحى بطل ما كانوا يعملون. دي الساحة نفسها. طب شوف بقى وشوش في قوم فرعون كده بقى ايه اللي حصل لهم بقى ساعتها، واقفين يبصوا كده ايه اللي حصل لهم. فغلبوا هنالك، ذل بقى هزيمه، وانقلبوا صاغرين. طب شوف موقف ثاني السحره بقى، فقول والقي السحره ساجدين. شوف تفاصيل الموقف لحظه بلحظه، موطن هنا في سوره طه يذكر لك ما وقع في نفس موسى عليه السلام، في سوره يونس قبل ان يلقي موسى عصا، في سورة الأعراف بعد أن ألقى موسى عصا، ويذكر لك المواقف المختلفة والمشاهد المتعددة لهذه السورة العظيمة، من يوم عظيم من نصر الله عز وجل للعباد. هذه المواطن أصلا أيام الله عز وجل التي يحتاج المؤمن يتذكرها، يعيش في سعادة حتى ولو كان هو في زمنه مغلوب مقهور لا يستطيع أن يرى ظهور الحق الذي يتمناه، لكن المواقف أيام الله يذكرهم بأيام الله، تذكر أيام الله يجعل المؤمن يعلم أن الحق ظاهر قطعا ويقين، ويعيش هذه اللحظات السعيدة التي ظهر فيها
موسى صلى الله عليه وسلم، وظهر الإسلام وظهر دينه الذي يدين به. أنا ندين، نحن ندين بدين موسى صلى الله عليه وسلم. وهذه لحظات انتصار هذا الدين على الباطل الذي كان عند الفراعنة. فهذا من فضل الله عز وجل أن بين لنا هذا الموقف الذي لا يولد له مثيل في الحقيقة، لا في التوراة ولا في الإنجيل. تقرأ القصة تجدها هي القصة، لكن مختلفة اختلافا هائلا في أثرها في النفس، في بيان التفصيل، في أنواع العلوم والمعرفة والإيمان المذكورة في كل موطن من مواطن القرآن. معجزة باهرة والله العظيم. طريقة السياق، ذكر السياق نفس القصة لكن بسياق مختلف الفوائد، متنوع الأحوال الإيمانية التي تحصل للمؤمن من تأمل هذا. قال: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. تصغير لكيدهم، تهوين. وكل دي فوائد لابد أن يستحضرها المؤمن لما يجد الباطل والسحرة، سحرة البيان وليس فقط سحرة الأعمال، سحرة البيان ينشر الباطل في كل مكان. تقول في الآخر إيه؟ إنما صنعوا كيد ساحر. في الآخر ده ألق ما عندك من الحق سوف يلقف ما إيه؟ ما يصنع. ما إيه؟ انت عندك الحق، عندك آيات الله عز وجل. المؤمن له نصيب كما ذكرنا من هذا. دي آية أيد الله بها موسى. احنا عندنا آيات أيدنا الله بها، نعم، آيات القرآن العظيم. الآيات دي هي التي ينصر الله بها الحق. ولذلك قال: ويحق الله الحق بإيه؟ بكلماته. يبقى عندك كلمات الله سوف تلقي هذه الآيات وتلقي هذه الكلمات على سحر السحرة. وزي ما قلنا ربنا الرسول قال: إنما البيان إليه لسحرة. سحر السحرة اللي بيموهوا به على الناس، الذي يريدون أن يخدعوهم به حتى يأخذوهم معهم إلى باطلهم. تلقي عليه هذه الآيات يضمحل. إنما صنعوا كيد ساحر. يبقى الإعلام الخبيث اللي بيخلي الأبيض أسود والأسود أبيض والحق باطل والباطل حق، إنما صنعوا كيد ساحر. يبقى الواحد صح بيصيبه قلق، يقول الناس هتنخدع، الناس هتقبل الباطل ده، احنا كم من الناس سوف يقبلون هذه الخزعبلات التي يلقيها الإعلام الفاجر والتربية الخبيثة والمغريات التي بيد السلطان، بيد من بأيديهم المال، والناس كلها تجري وراءهم. إن لنا لأجرا. كم واحد عايز أجر ونفسه يبقى مقرب وياخد كرسي أقرب، وعشان ياخد فلوس من الفراعنة وأمثال الفراعنة يقول الباطل ويفتي بالباطل وينشر الباطل ويداهن بالباطل والعياذ بالله. كل هذا الأمر يقلق الدعاء إلى الله، يقول لا الناس هتضل، لأن احنا مش عارفين، ممكن يكون احنا ممن قدر أن نرحل قبل أن نرى ثمرة الدعاء. ونحن نتثبت بالله عز وجل ونرجو أن نكون بآيات الله قالبين. وإذا قلنا ما معنا من الحق وألقيناه فإن ذلك يذهب الله به ما صنعوا من الباطل، وإنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالسحر بأنواعهم من سحرة الأعمال وسحرة البيان لن يفلحوا، ولابد أن يضمحل الباطل بإذن الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل هنا مباشرة نتيجة الواقعة، وهي فألقي السحرة سجدا، لم يقل فألقى موسى عصا فوقعت. هنا سورة طه تتميز بأن آياتها قصيرة، معظم آيات سورة طه قصيرة والانتقال سريع. أنت تجد قال بل ألقوا فإذا حبالهم، ما قالش بقى وهم فألقوا، مش كده؟ قال بل ألقوا فإذا حبالهم. هنا ذكر ما أوحاه الله إلى موسى واختصر أن موسى ألقى، تكلم ثم ألقى ثم لقفت ثم ألقي السحرة سجدا، أليس كذلك؟ هي في وقاعة ثانية. سورة طه تتميز بأن آياتها قصيرة وانتقالاتها سريعة، وهذا مناسب لها، مناسب للسياق أن يذكر هنا إلقاء السحرة مباشرة. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهذا يعني بما لا يسمح لفرعون أن يدعي شيئا آخر، هيقول أنا رب العالمين، أنا رب العالمين بس في موطن، لكن هنا قالوا آمنا برب هارون وموسى. البعض يقعد يفكر في أسئلة ليست طيبة، يعني يقول ومرة قالوا رب موسى وهارون، ومرة أخرى قالوا رب
هارون وموسى. لا من كانوا كم ألف؟ كانوا عدة آلاف، عشرات الألوف، بعضهم قال هارون وموسى، بعضهم قال إيه وموسى وهارون، وكلاهما حق، وده ليس مجرد اختلاف في الترجمة. هي طبعا الذي تكلم به السحرة لم تكن اللغة العربية، ولكن هم قال بعضهم هارون وموسى، رب موسى وهارون، وبعضهم قال رب هارون وموسى، فده حق تكلم به السحرة ونقل، يعني ترجم إلينا من خلال كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم باللغة العربية. فألقي، شوف كلمة فألقي دي تدل على خلق أفعال العباد، أن السحرة كأنهم لن يعني لن ليسوا هم الذين فعلوا، لم يذكر فسجد السحرة في كل الموطن كان فإيه فألقي السحرة، هم لم يكرهوا على هذا، ولكن أخذ الله عز وجل بقلوبهم ونواصيهم حتى وفقهم للسجود، فألقي السحرة سجدا. ألقوا، فعل الله بهم هو الذي ذكر، ليس فعلهم، حتى يعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، وحتى يعرف أن قلوب العباد بيد الله عز وجل. فكان نصر الله عز وجل في الأمر المحسوس ومن داخل القلوب، أنت لا تدري كيف تنصر، قد تنصر بأمر يقع في قلب فلان هذا حتى يفعل ما 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 تحب أنت، ففعل الله بالسحرة ذاك، قلب قلوبهم وأبدانهم حتى ألقي السحرة سجدا. قالوا آمنا برب هارون وموسى، سجدوا لله عز وجل فعل وقول، حيث لا يمكن أن يختل يعني أو يمكن أن يخدع أحد عن فعلهم وتصريحهم، وكيف أقدموا على ذلك أمر من العجب، كيف أقدموا وليس لهم سابق عهد بحلاوة الإيمان، لكن من الله عز وجل عليهم. لذلك أن تحمد الله عز وجل على نعمه على عباده مما يزيل عنك هموما وآلاما كثيرة وحسدا وحقدا، نعمة من الله عز وجل، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به على هؤلاء من الإيمان، تحمد ربنا على نعمته على عباده، منة عظيمة والله. كيف ألقي السحرة سجدا، كيف تجرأوا؟ فرعون نفسه مستغرب أنهم تجرأوا، وما عاشوا حياتهم على الكفر والسحر والضلال والكذب والتمويه، ولكن ختم الله لهم بخاتمة السعادة. لذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. السحرة قعدوا قد إيه عملوا عمل قد إيه سجدة، ومع ذلك وبضع كلمات، وكان عاقبتها القتل والصلب وعلى جذوع النخل وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، كما قال ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة. نص يوم عمل، لأن الناس جمعوا إيه ضحى، مش كده؟ وأن يحشر الناس ضحى، على بال ما فرعون جاء وعلى بال ما حصل حوار، يعني كان نص اليوم إيه عدى، وبعدين لما حصل الإيمان لغاية آخر النهار كان قتل السحر. فسبحان الله، يعني أمر عجيب، نص يوم عمل سبقوا إلى الله عز وجل به، فهو سبحانه وتعالى المنان، من عليهم بالهداية والإيمان. نسأل الله أن يمن علينا وأن يثبتنا على الهدى وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل كل السحرة يستعينون بالجن؟ لا نعلم، لكن هناك استعانة كبيرة بهم فيما ينقلونه، ولكن لا يلزم من ذلك أن كل السحرة يستعينون بالجن. يوجد فيلم كرتون أمريكي يحكي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة على مدى ساعة ونصف يصور أصحابه، هل يجوز لأحد أن يشاهد هذا الفيلم؟ أحد الإخوة قال إنه تأثر به وازداد إيمانا، زي ما الصوفية بزداد إيمانا عند سماع المعازف. أنت يرضيك أن تكون كذلك؟ ترى صور الصحابة كرتون؟ نوع السحر الذي وقع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخيل إليه أنه أتى نساءه ولم يأتهن، متعلق بيتهن، متعلق بالمعاشرة الجنسية.
قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إني أحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني إن كنت تحبني فأعد الفقر تجفافا، يعني ثوبا أو شيئا يلازمك، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهى. يعني أكثر من يصدق في حب النبي عليه الصلاة والسلام سوف يحميه الله من الدنيا. الحديث أصلا في إسناده ضعف، وبعض العلماء يحسنه، ولكن معناه كما ذكرت أن الله يحمي من يحبه ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم من الدنيا بحيث لا يجد فيها إلا الكفيف. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أسيلا في غنم لأفسد لها، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال ذئب، وحرص المرء على الشرف ذئب آخر، يرسل في عمل المؤمن، يرسل في زريبة غنم فيها خير كثير سوف يفسدها أعظم الفساد. فحرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف أفسد للدين من ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم، سوف يفسدان في الغنم فسادا عظيما. فحرص المرء على المال، حب الفلوس وحب الشرف والجاه، أعظم إفسادا للدين من إفساد الذئبين الجائعين في الغنم. عليكم السلام ورحمة الله. بعض الإخوة يلبسون جوارب لها رائحة كريهة جدا يؤذون بها إخوانهم، أنا ننصح الإخوة بمراعاة هذا الأمر لأنها أشد من الثوم والبصل. لا احجم، ده نعم صحيح، خضبها دي ما رفعش. لا بأس، قص الأظفار من السنة. ماتت امرأة عن زوج وبنتين وإخوة وأخوات، على ما فهمت من السؤال، يعني انه السؤال رسمه لي رسمه الله اعلم بها. فان كان الاخوه الاخوات دول اشقاء او من اب، الزوج له الربع والبنتان لهما الثلثان، والبنتان لهما الثلثان، والباقي اللي هو هيبقى كام؟ هيبقى 1/12 مش كده؟ للاخوه والاخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين. مريض بحصوة كبيرة في الكلى يحتاج إلى عملية تفتيت، هل يدفع له من زكاة المال؟ نعم يمكن أن يدفع له لو كان فقيراً.